السلام عليكم. زارت السيدة مولودي وزيرة الثقافة بمعية والي ولاية الجزائر العاصمة موقع الفيلا نتاع الداي حسين بحسين داي ببلدية حسين داي، واللي عرفت مؤخرا عملية نتاع التجديد والترميم. الآن انتهت هذه العملية والآن يتم التحضير لتحويل هذه الدار لتعود إلى الفترة نتاع الخلافة العثمانية، إذن لتحويل هذه الدار إلى متحف وطني لفنون إفريقية. إذن نخليكم تتابعوا هذه الزيارة نتاع وزير الثقافة إلى هذه الدار الواقعة كما قلت في بلدية حسين داي، والتي سوف تفتتح للجمهور في الأسابيع القليلة القادمة إن شاء الله. نترككم تتابعون. السلام عليكم.